السلام عليكم، معكم كنزة متوكيل صحفية. أنا يلي كنت تعرفتوا عليا عن طريق جريدة العمق بالفيديو اللي كنت خرجت فيه واللي كان ساهم زعما كاينه في الشهرة ديالي، اللي كنت تكلمت من خلاله بعد الوفاة ديال الأم ديالي على واحد المشكل كان وقع لي أنا والأخت الصغرى ديالي. أننا كنا ديك الساعة عند بالنا أننا غادي نتحرموا من الصالير ديال الأم ديالي ومن رصيد الوفاة ومن بزاف ديال الحوايج. وكيف ما شاركتوا معايا الحزن ديالي وبكيتوا معايا وبزاف ديال المغاربه وساوني وشاركوا معايا كل شيء، دابا بغيت انكم تشاركوا معايا كذلك الفرحه ديالي واللي هي انني تزوجت. دابا تقريبا باش تزوجت تقريبا يلاه كي اسبوع، باقا جديده تزوجت دابا اسبوع بسيد اللي كان خطبني في حياه ماما. كنت تعرفت عليه دابا تقريبا 4 سنوات، كنا تعرفنا في المعهد ديال الصحافه، قرينا اونسومبل. لا ما درناش العرس لعده اسباب، والسبب الاول والرئيسي هو وفاه ديال الام ديالي، حيت الام ديالي مازال ما كملاتش عام. هذا كان هو السبب الرئيسي. والسبب الثاني هو هاد الظروف اللي كنعيشوها دابا ديال هاد المرض. صراحه ما كانش حضور بزاف زعما كاينه من العائله ديال للعائله ديالي لعائله الزوج ديالي. درنا واحد حفل عقد قران صغير بزاف كيجمع غير الاقارب صافي فقط. اكيد كانت بلاصه ماما كبيره بزاف لدرجه انني كنت كنبقى ندور في عينيا كنقلب عليها، ولكن الحمد لله كل شيء داز مزيان وانا اكيد ان ماما فرحانه. هذا ما كان صراحه ما نكذبش عليك، عائله الزوج ديالي دايرين عليا اللي ما يدار، كلهم زعما كاينا بدون استثناء مكبرين بيا لا باختي الصغيره، مهلين فينا كيسولوا فينا، درجه انه نهار جينا من السفر انا والزوج ديالي لقينا دوزتي دايره هنايا الدخله جايبه النقاشه جايبه النقافه جايبه كل شيء، يعني كيحاولوا ما امكن انهم شويه يخرجونا من ديك المرحله اللي داخلين لها. الوغ بالنسبه لهاد السؤال تطرح عليا بزاف، اختي الصغيره راه ما كايناش شي حاجه اللي غادي تفارقني انا وياها نهائيا. انا فين كاينه اختي الصغيره انا كاينه، وفين كاينه انا اختي الصغيره راها كاينه. اختي الصغيره ما مشاتش معايا في السفر ديالي لسبب واحد، حنا كنا غادي نديوها لا انا للزوج ديالي، حتى الزوج ديالي كان مع فكره انها ضروري تمشي معنا، ولكن ما كانتش مشات معنا حيت كانوا عندها الامتحانات، هادشي اللي حبسها على انها ما تسافرش معنا. اما اختي اون فوا جيت اختي راها معايا وما يمكنش نتفارق عليها وما يمكنش هي تفارق عليا نهائيا، ساكنه معايا فين ما كاينه انا كاينه اختي الصغيره. هانتي شوفي يوتيوب فيه الخدمه ولكن يوتيوب ماشي مهنه. انا قريت عندي قرايتي، باغا نكمل ان شاء الله الماستر، باغا نخدم، باغا بزاف ديال الحوايج، حيتاش يوتيوب راه ماشي خدمه. يوتيوب هذاك الواحد كيديرو غير كما كنقولوا حنا فوق الشبعه، ها كيصور يبارطاجي حياته الى لقى باش يفيد الناس، هذا ما كان. اما المهنه هذيك راه حاجه بوحدها. اختي دابا كتكمل الدراسه ديالها كلشي غادي، هو هذاك عندها دابا عندها السنه الاولى هي قربت سالي وباقي ليها ان شاء الله عامين. الوغ الحاجه اللي نبغي نقول لجميع المغاربه وكيف ما تنقول لهم في لي فيديو ديالي هما راهم عائلتي، حيتاش الوقفه اللي وقفوا معايا والمسانده اللي ساندوني هذيك كيديروها غير العائله. كنقول لهم شكرا بزاف والهلا يخطيكم عليا والله يفرحكم حتى نتوما، وزعما كينا كل لقيت كيفاش نرجع ليهم نرجع، حيتاش غير دوك لي زابيل باش كيعيطوا يسولوا لا عليا لا على اختي، الميساجات اللي كيسولوا لا عليا لا على اختي، هذاك الشيء راه شي حاجه كبيره. كتلقاي مثلا كتلقاي ناس من العائله وما دايرينهاش، وناس اخرين ما كيعرفوكش برانيين، واش امورك مزيان واش هادي، زعما انا تصدمت في المغاربه ما نكذبش عليك. لا انا بغيت نطمئن المغاربه ان المشكل ديالي صافي الحمد لله تحل والامور كامله هي هذيك. السلام عليكم، معكم ظهر سفيان، خريج المعهد العالي للصحافه والاعلام، في نفس الوقت صحافي باحد المواقع الالكترونيه المغربيه. انا تعرفت على كنزة بالمعهد العالي للصحافه والاعلام بالضبط في السنه الاولى، وبالضبط من بعد اسبوع ديال الدراسه كنت تعرفت عليها. دوزنا واحد المده ديال 4 سنوات، خطبتها من عند الام ديالها الله يرحمها. من بعد كنا غنديروا العرس ديالنا، في نفس الاسبوع اللي كنا غنديروا العرس ديالنا كانت توفات الام ديالها. كنا غنديروا العرس ديالها نهار السبت، هي الام ديالها توفات نهار الثلاث الله يرحمها. من بعد اجلنا هاد الامور كامله. من الحوايج اللي عجبوني في كنزه انها بنت دارهم ظريفه،
المهم بنت ديال الزمان كما كنقولوا. من بعد الوفاة ديال الام ديالها كنا غنديروا حنا كنا غنتزوجوا من بعد 40 يوم ديال الوفاة ديال الام ديالها. من بعد كنزه بقات كتاخر، راك عارفه الظروف اللي كانوا، كانت طرات مشاكل من اللي كانت في المشاكل بحال اللي لقات ديال الام ديالها فاش كانت توفات. كنزه لقات مشاكل ماديه لانها كانوا ما خرجش ليهم العزو ديالهم، ما خرجش ليهم لاسيغونس ديسي ديالهم، شحال من هاد الامور كامله خلاتنا ناخروا، خلاتنا نمشيو عن الاهم. الاهم هو اننا نضمنوا المستقبل ديال لمياء، خصنا نلقاو لها الفلوس منين تكمل الدراسه ديالها، خص المستقبل ديال الكنزه، خص المستقبل ديالهم بجوج كيفاش غادي يعيشوا. عاد من بعد فكرنا في الزواج. رسالتي للمغاربه انهم ما يخافوش على لمياء. لمياء اختي الصغيره، لمياء من ديما كنعتبرها اختي الصغيره، ودابا راه ولات اكثر من شي حاجه، اكثر من اختي. كنعتبرها اكثر من اختي. لمياء ديما معايا، ما نفرطش فيها، فيما مشات راه معايا. كنت بغيت نسافر، كنت بغيت نديها معايا، لكن كان عندهم الظروف ديال الدراسه هي اللي خلاتني ما نديهاش. اللي بغاتها راه كنوفرها ليها على قدر المستطاع. المهم لمياء عمرني ما غنفرط فيها، كيف ما كنزه ما نفرطش فيها، حتى لمياء عمرني ما نقدر نفرط فيها. اللي بغيت نقول للمغاربه بانهم يكونوا هانيين، كنزه عمرني ما غنكعيها، بالعكس كنزه راها فوق عينيا وكثر. كنزه نقول لك هي حياتي كامله. الا كشافوني في شي فيديوهات انني كنت معصب، راه ماشي ديما انا هذاك طبيعي هكذاك. وفاش كنت عصب راه ما كنبينش الكنزه راني معصب، راه المهم كنكون شويه منيرفي ولكن ما كنبينش لها. والرساله ديالي للمغاربه نقول لهم باللي راه كنزه راه فوق عيني، ما يخافوش عليها. الشعور ديالي فرحانه ليها وكنتمنى لها السعاده في حياتها، واخا كنغير منه بعض المرات ماشي مشكل، والله يكمل عليها. واكيد ما عرفتش مفارقتي واخا ما عرفتش شنو يطرى. كيعاملوني مزيان، دايرينني فوق راسهم، وشكرا لهم حيت مبركيني في دارهم ومهلين فيا لا هو لا سفيان. وصافي ان شاء الله باغا نكمل قرايتي وباغا نخدم وباغا نحل البروجي ديالي ان شاء الله.